وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في اجتماعها اليوم بالإجماع على اقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام قانون 38 على 1980 بشأن المرافعات المدنية والتجارية بما يخص الإعلان الإلكتروني. وحضر اجتماع لجنة رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم ووزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية دكتور فهد العفاسي ومسؤولو الهيئة العامة للمعلومات المدنية.